أصحاب الدار يطيحوا. أي هجوم المستوطنين على منازل المواطنين في بلدة تلفيت. كما ترون المستوطنين حاليا يقومون بالاعتداء على المنازل في بلدة تلفيت. كما ترون في هناك مجموعة من المستوطنين داخل البيت ويقومون بتكسير المنزل بالداخل. معطوط عليهم الجمهورية العربية السورية. مش جايين إلى اليوم. لا لحد الآن. اعتزوا في عروبتكم. شفتوا؟ صحيح. أكيد شكله منهم مفايتين. تكسير للطاقة الشمسية. هدم لجدران اسمنتية للدخول الموقع. رأي هوا. خليني أطفي الكهرباء. بسم الله. التدمير اللي صار الدخول للموقع.